Santé 5.0. شيفر سنتي. في شيفر سنتي كالعادة نقدم لكم آخر الأرقام الوطنية وإحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك أكد أن 31% من التوانسة ينفقوا ما بين 21 و50 دينار شهريا على الأدوية و61% منها يشتريوا دون المرور بالطبيب. هذا كان أظهر بحث ميداني أنزل المعهد الوطني للاستهلاك في شهر أكتوبر لسنة 2020 على عينة تمثيلية من 2070 شخص في كامل أنحاء تونس، وأكد أن 31.7% من التوانسة ينفقوا ما بين 21 و50 50 دينار شهريا على شراء الأدوية، فيما يؤكد أن 14% ينفقوا ما بين 51 و100 دينار شهريا، بينما يبلغ معدل الإنفاق 39% منهم أقل من 20 دينار شهريا. هذه كانت شيفر سنتي بالنسبة لليوم. سنتي 5.0.